اوقف انت اوقفي خرب انا ما اوقف كنت طبعا تضوجني. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ومثل ما قلت لكم انه زرنا شنو؟ مرحبا احنا اليوم مرحبتين هلا اليوم مفاجأة كلش كبيرة إلي وإلهم صراحة. شنو هالمفاجأة؟ شاي شنو؟ دقيقة هاي ليش تقلدني؟ اوه ما قلد أحد، هاي المشاهدين من أول حلقة نقلد ولا نقلدهم؟ ارتاحوا ارتاحوا أعزائي المشاهدين، مثل ما وعدنا الأطفال الجميلون الصغار نقول لهم احنا جايكم ويانا مفاجآت جميلة ويانا هدايا جميلة. مو بس هاي، اكو مفاجأة، اكو مفاجأة من احكي هسه بعدين دجوجي سهيلة دجوجي بعدين راح نشاهد المفاجأة، راح ناخذهم من مكان جدا جدا يحبوه. ايه وهم طلبوا مو بس هم ما حتى اني اليوم راح تكون فرفشة، راح تكون سعادة. ايه راح تكون احنا وين اليوم؟ سرور. احنا مؤسسة دار الايتام الوطنية مثل ما تشوفون، وطبعا ما احكي لكم الجمال والاشكال جبرتنا انه نرجع لهم، يعني مو اطفال، ورود. فيا رب ان شاء الله. انا صار عندي صديقات. انت هم ورود، انت المزرعه السعيده. شنو يعني انت بستان من الورود. عبالي. فانتظرونا ويا رب ان شاء الله نكون خفيفي الظل في برنامج بعدنا بخير، وان شاء الله نبقى بخير وعراقنا بخير من خلال قناه زاغروس الفضائيه. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. شو شلون صحة؟ ها شنو شو ماكو حماس؟ هنروح المدينة تلعب. أعزائي المشاهدين، مثل ما قلنا مستمرين وياكم شوكم برنامجنا الجميل بعدنا بخير، ويا هاي الورود الجميلة، وإن شاء الله رب العالمين يقدرنا ولو شيء بسيط نفرحهم ونقول لهم اليوم طبعا مشتاقين لكم، ومثل ما انه طلبتوا من عندنا نزوركم يعني احنا لبينا الدعوة، واليوم عندنا هدايا جميلة. مرحبا حسوني، شلون صحة؟ عندنا هدايا جميلة وعندنا مفاجآت حلوة، وزيادة على هذا راح نروح المكان كل الجميل. اوكي؟ لا شي نايمين. اوكي؟ ايه حديد خلني بصوت واحد شو نقوله؟ دجوجي سهيلة، دجوجي سهيلة. ها؟ لك هدية بس قولها. دجوجي والله بس جابت زين. يلا يلا اليوم وين حابين تروحون؟ مدينة العاب. اي حبة بدأتكم كل مدينة العاب المكان اللي رايحين له مو مدينة العاب. ليش؟ لأنه عددهم هواي وكذا، وهاي فاتفقنا على غير مكان. صدق والله؟ اي زين. مطعم نروح مطعم؟ لا مدينة العاب. وين؟ مدينة العاب. ممكن تعذرونا يعني؟ ها؟ مدينة مدينة العاب؟ أنا آسف طبعاً أعتذر من عندكم لأنه ما نقدر نحقق هذا الموضوع. والله يعني إحنا اتفقنا إنه نروح المطعم. قوموا والله قوموا، دروح أنا أخذكم. لا لا مو على مدروحه. لا لا والله لا سأخذ تاكسي. شنو أنا أخذهم؟ سيارة ما قدرنا نوفر حتى ننقلهم أولاً وثانياً، يعني مو إلا سيارة. نروح مشي، نروح مشي. زين. إيه واحد اثنين ثلاثة. زين عدي لكم هالشغلة. أنا متواعد ويا أبو مطعم، روح نتعشى ورجعكم لنا. أنا مخلص زين فطور. زين طيب إذا أقول لكم على مفاجأة. إيه؟ إنه إحنا هسه راح نطلع من نانا. إيه؟ نروح المدينة العاب. We'll be right back.
هلا. هلا. بعدنا بخير يا شامت، بعدنا بخير، بعدنا بخير، بعدنا بخير، بعدنا بخير، العراق بخير. هلا ابو حسوني، بعدنا بخير حسوني، بعدنا بخير، بعدنا بخير حسوني، بعدنا يماه يماه. طبعا بما انه يعني تدرون الاطفال ومتطلباتهم ومعددهم ما شاء الله يعطيهم الصحه والعافيه، فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نوزع عليهم اول شيء الظروف المقدمه من الاخ والصديق الحاج علاني محمداوي، وبعدها عندنا فقره سريعه كل واحد نساله سؤال، طبعا مو سؤال وجواب، لكن من الممكن انه طموح امنيه اللي يجاوب جواب مقنع الى جهاز تليفون حتى نشوف من اللي بيهم المبدع اللي اجاباته مقنعه او جميله وحسب يعني دراسته. ايش بيك حجيه قاعده؟ انا حجيه. ليش مو متكيفين؟ انتظر هديه. ها عفوا حضرتك، مو جايين تسالون العائله؟ موكو بابا نويل، انا علي نويل. على هذا البرنامج، شكرا لكل الموجودين خلف الكواليس وجهودهم، شكرا لعلي فرحان، وشكرا لتمارة جمال، ونقول لكم شكرا لصاحب هذا المكان مدينة العاب البصرة لاند لتكفله بكل الالعاب مجانا للاطفال والدخولية مجانا، تحياتنا لك، شكرا لك. الموت يا مدلل، الموت يا مدلل، الموت يا مدلل، يلا روح عم روح.